بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده إن شاء الله هنستكمل مع بعض سلسلة فيديوهات الكيمياء الضوئية، وهنتكلم فيه عن بعض التفاعلات المتنوعة المسلينيس فوتوكيميكال رياكشنز، وهنبدأ فيها بتفاعل اللي هو الفوت فرايزر ارينجمنت. والفوت فرايزر ارينجمنت ده تفاعل معروف إن هو بيتم بسهولة جدا في باستخدام الثيرمال انرجي، تمام، واستخدام الحراره للتسخين على الفينوليك استرز، تمام، في وجود اللي هو الفريدل كرافت كاتاليست اللي هو الالومنيوم كلورايد كاليوس اسيد، تمام. فالفينوليك استرز طبعا هي طبعا بتبقى نواتج لتفاعل الفينول مع اسيتايل جروبس او اسيتايليتنج ايجنت او اسيليتنج ايجنت، طبعا راجل التحديد ممكن الاسيتايل كلورايد، بينتج عندي الفينوليك استر. الفينوليك استر دي بقدر باستخدام الحراره وفي وجود كاتاليست اللي هو الفيرد كرافت كاتاليست زي الالومنيوم كلورايد او الانهيدروس الومنيوم كلورايد، بقدر ان انا اعمل كليفج او كسر للربطه بين الكربونيل جروب وبين الاكسجين، طبعا بسبب الحراره، وبيتكون عندي الفينول، وبيبقى عندي وجود الاسيتايل مويتي. بقدر باستخدام طبعا الفريدل كرافت كاتاليست اللي هو الالومنيوم كلورايد ان انا طبعا بيتحول عندي او الاكسجين اللي بتنتج عندي اللي هي بتاع الفينول بيتوجه، طبعا بتعمل هيدروجين ابستراكشن بتحول الى فينول. الفينول ده بيقدر ان هو او الهيدروكسيل جروب الفينوليه تقدر ان هي تعمل اورينتيشن للالكتروفيل، تمام، لان استيل جروب دي لما بتخرج الكربونه بتكون مور ديفيشنت بالالكترونات فبتبقى الكتروفيليك. فبيقدر وجود طبعا وارتباطها باللويس اسيد بيقدر في هذا الميكانيزم المعروف طبعا الايسيليشن ميكانيزم لي الايسوليشن اوف بنزين ديريفاتيفز، وطبعا الهيدروكسيل جروب كمجموعه موجهه للوضع قرص وباره، فبيكون الكثافه الالكترونيه في الوضع قرص وباره اعلى ما يمكن طبعا حسب الريزونيتنج فورمز. فبالتالي بتقدر البنزين ديريفاتيف في الوضع قرص وبيقدر ان هو يهاجم الاسايل جروب الكتروفيل، وبيقدر ان هو ايه يعمل كومباينيشن بينها وبين في الوضع اورثو وفي الوضع بار. ده بيسموه ري ارينجمنت لان حصل مايجريشن للاسايل جروب او الاسيتايل جروب من ارتباطها بالاكسجين الى الوضع اورثو او الوضع بار. ايضا ممكن يحصل باستخدام الضوء. استخدام الضوء ميزته ان يعني لا يفضل استخدام كاتاليست او ما لوش دور الكاتاليست، لان الضوء بيقوم بهذا الدور عن طريق الكليفج والهوموليتيك كليفج، بيتكون عندي اكسجين راديكال والاسايل جروب دي بتبقى في وجود راديكال. الراديكال ده طبعا بيحصل هيدروجين ابستراكشن من الوضع اورثو او الوضع بارا، تمام، وبيرتبط بالاكسجين، والاكسجين بتتحول الى من اكسجين راديكال الى فينول او الهيدروكسيل الفينوليه، اللي بعد كده بيقدر يعمل ريكومباينيشن للتو راديكالز الاسيتايل او الاسايل راديكال في على الوضع اورثو او بارا، تمام، وبيحصل عندي الفوت فرايز ارينجمنت. ممكن يتم ايضا على الانيلايدز، تمام، بفوتو كيميكالي عن طريق ان الانيلايد طبعا الاختلاف بينها وبين الفينوليك استرز ان بدل الاكسجين بتبقى في مجموعه الامينو الثانويه اللي هي ال NH، تمام. فاللي بيحصل برضو ايضا بيحصل كليفج وبيتحول الى امينو جروب اللي بتقدر برضو توجه للوضع قرص وباره، وبينتج ايضا كسايد برودكت معانا ايه الانيلين كسايد برودكت. طبعا ده بيستخدم في كثير من العمليات الصناعيه الدريفاتيفز دي. بعد كده عندي مثال مهم جدا 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 على الفوتوكيميكال بروسيس، وهو الاوزون لاير ديبليشن اللي هو استنزاف طبقه الاوزون او ثقب طبقه الاوزون، طبعا باستخدام او بواسطه المركبات اللي هي الكلورو فلورو كربون. معروف ان المركبات دي بتستخدم كايديال ريفريجرانس، فالمركبات دي
عيبها زي طبعا على سبيل المثال منها طبعا اللي هو البروبيلانس والفيريون اللي بيبقى موجود في الثلاجات وأجهزة المبردات عموما. الكلورو فلورو كربونز دي مركبات مثالية جدا كريفريجيلانس ولكنها مضرة جدا للبيئة، لأنها بتسبب في ثقب طبقة الأوزون، لأن هي بتقدر إن هي ما بيحصلهاش ديجراديشن في البيئة، ولكن بتقدر إن هي تعلو في طبقات الجو العليا، وبتبتدي طبقات الجو أو الغلاف الجوي تخترق طبقة التروبوسفير، وبعد كده بيليها طبقة الاستراتوسفير اللي هي فيها الأوزون، أو اللي يعني بتحتوي على نسبة 90% من الأوزون. والأوزون ده معروف إن هو بيساعدنا في الحماية من أشعة الفوق البنفسجية اليو في بيمز الضارة اللي جاية من الشمس. فبالتالي المركبات الكلوروفلوروكربونز دي بتستقر في هذه الطبقة، بيبدأ يحصل كسر للرابطة. على سبيل المثال الكلوروفلوروكربون اللي هو الداي كلورو داي فلورو ميثان، ده واحد من مجموعة من الكلوروفلوروكربونز. طبعا بيحصل كسر، طبعا عندي كربونة مرتبطة بالكلور وكربون مرتبط أيضا بالفلور. طبعا الفوتو بيشتغل على الرابطة الأضعف، فالرابطة بين الكربون والكلور بتكون أضعف من الرابطة بين الكربون والفلور، نتيجة طبعا لأن فرق السالبية الكهربية اللي بين الكربون والفلور أكبر، فالرابطة بين الكربون والكلور بتكون أضعف فبتتكسر، بيخرج الكلورين في صورة كلورين راديكال. الكلورين راديكال بيتفاعل مع غاز الأوزون، غاز الأوزون ده بينتج أصلا عن طريق كسر كليفج بين جزيء الأكسجين اللي هو الأو2، ذرتين الاكسجين دول بيحصل كسر ما بينهم بيتكون اكسجين راديكال. الاكسجين راديكال بيتفاعل مع جزيء من الاوزون، اسف جزيء من الاكسجين اخر، فبيبقى اكسجين راديكال زائد O2 فبيتحول الى O3 اللي هو الايه الاوزون. الاوزون طبعا له مميزات، طبعا على المستوى العادي له مميزات كتيره جدا في الناحيه الطبيه وفي ناحيه تعقيم المياه، وايضا له اضرار على الجهاز التنفسي وللجلد وكده للإنسان عموما. لكن أنا بنتكلم دلوقتي على استنزاف طبقة الأوزون في الطبقات الجو العليا. فالكلورين راديكال بتتفاعل مع جزيء الأوزون فبتديني كلورين مونوكسيد راديكال، بيحصل ارتباط بينها وبين ذرة أكسجين، وبتبتدي تتكسر كلورين مونوكسيد ويتحول إلى جزيء أكسجين اللي بدوره بيقدر إن هو يعمل سايكل أخرى، يقدر يعمل كليفج بين ذرتين اكسجين ويتحول لاكسجين راديكال، بيتفاعل مع كلورين مونوكسيد اللي بدوره بيتحول الى كلورين راديكال واكسجين مولوكيول. الكلورين راديكال بترجع تعيد التشين رياكشن، عشان كده بيسموها تشين رياكشن ليدنج تو ديستراكشن اوف اوزون، تدمير طبقه الاوزون. واضح زي ما هنشوف دلوقتي مثال عندنا، زي ما هنشوف المثال اللي عندنا ده، في جزيء عندي اهوت في الانيميشن ده اللي قدامنا دوت، جزيء الاوزون تمام عباره عن O3، طبعا ده جزيء الاكسجين تمام، بيحصل كليفج لي جزيء بين ذرتين الاكسجين، يبتدي ذره الاكسجين هي الاكسجين راديكال تكون الاوزون، اشعه الشمس بتسقط على الغلاف الجوي على الابر اتموسفير الغلاف الجوي العلوي تمام. عند الكلورو فلورو كربونز لما بيحصل لها رايزنج لطبقات الجو العليا بعد ما ما بيحصلهاش ديجراديشن في البيئه ولا بتتكسر، فبسبب قوه الروابط فبتطلع لطبقات الجو العليا في وجود طبعا زي قدامنا في الشكل جزيئات الاكسجين والاوزون موجوده، فبيبتدي يحصل كليفج للكلور بالرابطه بين الكربون والكلور، تحول الى فريق كلورو اتوم كراديكالز اللي بدورها بتتفاعل مع جزيء من الاوزون اهو، تعمل رابطه وبتبتدي الاكسجينه دي تكسر الرابطه بينها وبين جزيء الاكسجين، تحول الى كلورين مونوكسيد راديكال اللي بدوره بيقدر انه يتفاعل مع اكسجين راديكال ويتحول الى كلورين راديكال وغاز وغاز الايه واسف كلورين راديكال وغاز الاكسجين او اكسجين مولوكيول تمام. فبالتالي يرجع يعيد الكره مره اخرى ويتحول الى ايه ويعمل التشين رياكشن دي مره اخرى. جه عملوا بروتوكول اسمه مونتريال بروتوكول. البروتوكول ده سنه 1989 اقرت فيه 140 دوله على ان هم هيعملوا جدول لان هم يفضلوا يقللوا استخدام الكلوروفلوروكربونز الى حتى يحصل منع ليها، ومنعوا بالفعل استخدام 8 منها.
واستبدلوها مؤقتا بيرمننتلي او تمبرري نوت بيرمننتلي ريبليسمنت بالهيدرو كلورو فلورو كربون. استبدلوها بالهيدرو فلورو كربون كلورو الهيدرو كلورو فلورو كربون ليه؟ قال لي علشان دي بيكون فيها ذره هيدروجين، فذره الهيدروجين بتكون اضعف رابطه مرتبطه بالكربون. طبعا في فلور وفي كلور وفي هيدروجين، طبعا اضعف رابطه هي الهيدروجين نظرا لفرق السالبيه الاقل بين الكربون وبين الهيدروجين. فبالتالي الهيدروجين لما بيخرج ممكن لو اتفاعل مع الاوزون يكون دروبلتس من الميه، ولكنه ما بيكونش له اي ضرر، وبيحصل اصلا ما بيوصلش الهيدرو كلورو فلورو كربون، ما بتوصلش لطبقه الاستراتوسفير، ولكنها بيحصل لها تدمير في طبقه التروبوسفير، الطبقه الاولى من طبقات الغلاف الجوي. فبالتالي ما بتوصلش لطبقه الاوزون، فبالتالي بيحصل لها ديجراديشن اسهل وما بتاثرش على طبقه الاوزون. تمام، فاستبدلوها مؤقتا بالكلورو فلورو كربون. تالت مثال عندي وبيدخل في عمليه صناعيه مهمه جدا، وهو الكابرولاكتام بروسيس. الكابرولاكتام ده لو بيسموه الاثنين الازيبانون، ده بيكون بريكيرسور وماده فعاله وماده اساسيه، وهي الستارتنج ماتيريال لتحضير النايلون 6 بوليمر اللي بيدخل في صناعه الملابس. طبعا النايلون الوايدلي يوزد ان سينثيتك بوليمر. التفاعل ده بيتم ازاي فوتوكيميكالي؟ قال لي النيتروزايل كلورايد دي ماده اكتف جدا، بيحصل لها عن طريق الضوء كليفج او هيموليتيك كليفج، فبتكون نيتروزايل راديكال وكلورين راديكال. الكلورين راديكال بيتفاعل مع جزيء من السايكل هوكسان فبيتحول الى سايكل هوكسيل راديكال، وبيخرج جزيء من الاتش سي ال. النيتروزايل راديكال بيتفاعل اللي طبعا ناتج عندي في الخطوه الاولى، بيتفاعل مع السايكل هوكسيل راديكال وبيكون نيتروزو سايكل هوكسان. النيتروزو سايكل هوكسان في وجود الاتش سي ال اللي بينتج من خطوه تفاعل السايكل هوكسان مع الكلورين راديكال بيكون عندي سايكل هوكسانون اوبزيم هيدروكلورايد، اللي بدوره بيحصل له رينج اكسبانشن او ري ارينجمنت. رينج اكسبانشن لان الحلقه دي سداسيه ودي سبعيه، فبيحصل رينج اكسبانشن يعني الحلقه بتكبر. تمام، فبيحصل رينج اكسبانشن وتحول من سايكلو هوكسانون اوكزيم هيدروكلورايد الى سايكلو او اثنين ازيبانون. ازيبانون لان دي حلقه سباعيه فبتاخد المقطع هذا. تمام، دي حلقه سباعيه بتاخد المقطع اسف اي بي، والاذى عشان وجود الايه النيتروجين فبيسموها ازيبانون. طبعا اون عشان في وجود الايه الكيتون ديريفاتيف. تمام، ده يعتبر لاكتام علشان فيه سايكليك امايد خلاص، فبيسموه الكابرولاكتام. الكابرولاكتام ده يعتبر زي ما احنا قلنا بريكيرسور لتحضير النايلون 6 بوليمر. طيب المثال الاخير عندي ومهم جدا جدا جدا، هو البرودكشن لفيتامين دي 3 اللي هو الكوليكالسيفيرول. طبعا فيتامين دي 3 ده واحد من الفيتامينز اللي هي الاساسيه المكونه لفيتامين دي ان جنرال، واحد من انواع الفيتامين دي. الفيتامين دي 3 ده يستخدم او دوره ان هو بيساعد او وجوده بيساعد في امتصاص الكالسيوم من المواد الغذائيه اللي الانسان بيتناولها. بيساعد في عمليات طبعا متعرض الاشخاص اللي بتعاني من امراض لين العظام ونقص في الكالسيوم. طبعا لما بتتعرض لاشعه الشمس المأكولات اللي هي بتاكلها وفيها كالسيوم بيساعد في امتصاصها فبيعالج هذه الامراض. تمام، طب هو بيتكون ازاي؟ هندرس تكوينه داخل الجسم وخارج الجسم. فعملوا تجربه ان هم حضروا الفيتامين دي 3 من البريكيرسور بتاعه اللي هو السبعة دي هيدرو كوليسترول، و في عملوا التفاعل في هكسان كمذيب، وعملوا التفاعل او شافوه بايوسينثيتيكالي في ليزارد سكين اللي هو جلد السحليه، حيوان السحليه. تمام، فوجدوا ان بيحصل الصن طبعا اشعه الشمس. تجربتين اهم قدامنا، عندنا اللي هو البريكيرسور 7 دي هيدرو كوليسترول، ده يعتبر نوع من الاسترويدز ودي ناتشورال كومباوند بتسمى الاسترويدز. التفاعل ده فوتوكيميكالي بيتم تقريبا عند باليو في، بأشعة اليو في عند
حوالي من 290 ل 300 نانومتر، تمام؟ لو 310 نانومتر، ودي افضل، لقوا ان هو افضل طول موجي بيتم عنده تكوين الفيتامين دي 3. بيحصل عندي ان بيسموه السبعة دهيدرو كوليسترول البرو فيتامين دي 3 او البري فيتامين دي 3، فبيتحول بتتكسر الرابطه بين الكربون 9 و10، فبيتحول الى بيتكون عندي دبل بوند، فبتتحول الى سيز فورم. ولقوا ان السيز فورم ده هو الاكتيف او هو الافضل لتكوين الفيتامين دي 3، وممكن يتحول يعمل ايزومرايزيشن او فوتو كيميكال ايزومرايزيشن بينه وبين الترانس فورم، تمام، كجيومتريكال ايزومرايزيشن، ولكن عن درجه حراره حوالي 25 وفي الهكسان، بعد 91 ساعه بيكون الفيتامين دي 3. اما في الليزرد سكين لقوا انه بيتم التفاعل في خلال 8 ساعات، والسيس فورم بيتحول الى فيتامين دي 3. طيب يبقى احنا قلنا ان في الهكسان حصل فيتوليسيس لل 7 دهيدرو كوليسترول اتحول للسيس فورم. السيس فورم ده ممكن انرجيتيكالي ان ستيبل فيتحول الى ترانس فورم، ولكن وجدوا ان السيس فورم هو الاقرب لتكوين اللي بيقدر فيه يعمل ثيرمال ايزومرايزيشن للفيتامين دي 3. اما السيس فورم في الليزرد سكين طبعا مش في الهكسان، بيقدر ان هو طبعا وليه ثبت ان هو بيكون الفيتامين دي 3 اكتر من الترانس فورم، لان لقوه هو الاكثر ارتباطا ب طبعا موجود طبعا في الخليه الغشاء الخلوي حاجه اسمها الفوسفوليبيد، تمام. الفوسفوليبيد ده بيكون عباره طبعا عن، او الليبيدز عموما بتكون عباره عن طبعا متكونه من ارتباط جزيء من الفاتي اسيد او اثنين جزيء من الفاتي اسيد مع جزيء من الجليسرول، تمام، ومجموعه من الفوسفات، خلاص. فهو ده بيكون في عندي جزء اللي هو من الفاتي اسيد، ده بيكون جزء نون بولر، تمام، حسب ما موجود عندنا هنا في الشكل اللي هو التيل. اما الهيد اللي هو عباره عن دائره، ده بيكون هو الجزء البولر، بيكون مجموعه الكربوكسيل اللي بتمثل الفاتي اسيد، وطبعا الفاتي اسيد بيتفاعل مع الجليسرول تفاعل تكون الاستر، فبيبقى فيه الاستر اللي هو الجليسرايد اللي هو جاي من الجليسرول، فاتي اسيد جليسرايد طبعا بيبقى التفاعل بين الحمض وبين الكحول، فبيكون بيكون الاستر وفي مجموعه فوسفات، فبيبقى ده جزء بولر. وعندي جزء كبير والتيل اللي هو بتاع الفاتي اسيد بيكون نون بولر. انا عندي في الاستراكشر بتاع السيس 4 بتاع البرو فيتامين دي 3 بيكون عندي مجموعه هيدروكسيل. مجموعه الهيدروكسيل دي مجموعه قطبيه طبعا بولر، فبتقدر تعمل ربطه هيدروجينيه مع الهيد بتاع الفوسفوليبيد، تمام. اما الجزء اللي هو النون بولر بقيه المركب كله بيعتبر بسبب وجود ذرات الكربون والهيدروجين بتقدر تعمل روابط من النوع فاندر فال مع الجزء اللي هو التيل بتاع الفوسفوليبيد، فبيستقر هذا المركب وبيرتبط ارتباط وثيق مع جزيء الفوسفوليبيد، وعند تعرض السكين للجلد للشمس بيقدر ان هو يتحول ويعمل سيرمال عن طريق الحراره، طبعا يعمل سيرمال ايزومرايزيشن للفيتامين دي 3، وبيتكون الفيتامين دي 3 في خلال ايه؟ في خلال 8 ساعات، تمام؟ فعشان كده وجدوا ان هو بيتكون اسرع من وجود الهكسان نظرا للارتباط الوثيق والقوي جدا مع الفوسفوليبيد، بيسهل هذه العمليه، ولو ان السيس فورم هي الاكثر ايه؟ هي الاكثر قدره على هذا الارتباط، فبالتالي بيكون التحول او السيرمال ايزومرايزيشن بيكون افضل مع بيتحول الى الفيتامين دي 3. وبكده يبقى انتهى عندنا هذا الجزء من التفاعلات، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات سابقه في فيديوهات قادمه ان شاء الله، وشكرا جزيلا، سلام عليكم.